مشاهدينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في جولة الصحافة لهذا اليوم، والتي نصحبكم فيها بالنقاش والتحليل مع باقة من الأخبار التي تداولتها الصحافة الأجنبية والعربية والعبرية. وسنقرأ أيضا مشاهدينا في ختام هذه الجولة بعض العناوين من الصحافة الإلكترونية. دعونا نبدأ جولتنا لهذا اليوم باستعراض العناوين التي سنعرف تفاصيلها خلال هذه الحلقة. أبدأ من الصحافة الأجنبية، تحديدا من صحيفة الجارديان، التي عنونت اليوم وكتبت: الضغط على مشافي بريطانيا بسبب الموجة الثالثة من كورونا. أما صحيفة التلغراف عنونت اليوم وكتبت: الداخلية البريطانية ستمنع تأشيرات الزيارة عن الدول التي لا تستعيد مهاجريها غير النظاميين. فيما موقع ميدل إيست مونيتور فعنون هذا الصباح: السعودية تدعم مصر والسودان في الخلاف حول سد إثيوبيا. ميدل إيست آي هو آخر ما لدينا في الصحافة الأجنبية، ومنه اخترنا: ملايين السوريين يواجهون الخطر حال فشل الأمم المتحدة بإبرام اتفاق حول آخر معبر حدودي، والحديث هنا طبعا عن معبر باب الهوى. مشاهدينا، بعد ذلك سننتقل إلى الصحف العربية، أولها ستكون القدس العربي، ومنها: ثلاث هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة ضد قواعد تضم أمريكيين في العراق وسوريا. ومن صحيفة الشرق الأوسط اليوم اخترنا: أزمة سد النهضة على طاولة مجلس الأمن اليوم. في صحيفة الأخبار اللبنانية كتبت الصحيفة: فرنسا تلعب بالنار. من الصحافة العبرية اخترنا هذا العنوان تحديدا من صحيفة يديعوت أحرونوت. الصحيفة كتبت: رئيسي وهو الرئيس الإيراني سيسهل الاتفاق مع أمريكا وتفهم إسرائيلي. كما وسنكون معكم أيضا مشاهدينا في فقرة كاتب ومقال. المقال الذي اخترناه هذا اليوم من عربي 21، وهو تحت عنوان: لماذا حماس مفيدة للسعودية؟ وكتبه أحمد الحيلة، الذي سيكون معنا أيضا وسيصحبنا في الجولة هذا اليوم. ثم وفي آخر المحطات مشاهدينا سنقرأ بعض العناوين من الصحافة الإلكترونية. سنقرأ من الجزيرة نت ومن الخليج الجديد. سنقرأ أيضا العناوين الرئيسية لموقع عربي 21، وسنختم بقراءة العناوين الرئيسية أيضا في موقع بي بي سي عربي. الآن دعونا نتعرف على تفاصيل هذه العناوين، ونبدأ من الصحافة البريطانية، وينضم إلينا الزميل الصحفي عادل الحامدي، وهو معنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن. أستاذ عادل، بداية أهلا بك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ يحيى وبمشاهديك الكرام. أهلا بك. وصحيفة الجارديان تتحدث اليوم عن عودة الضغط على مشافي بريطانيا بسبب الموجة الثالثة من كورونا. ماذا في التفاصيل هنا؟ طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك أخي يحيى أنك تتابع يعني باستمرار هذا التصاعد الصاروخي إذا جاز التعبير في أعداد الإصابات بوباء كورونا أو بجائحة كورونا، وخاصة هذا المتحور الجديد الدلتا بلاس. والأرقام بالأمس تتحدث عن أن عدد الإصابات فاق 32,000 إصابة، وأن أعداد الموتى أيضا بدأت تتضاعف عن السابق. أي نحن نتجاوز الآن 33 قتيل بشكل يومي، وهذا بالنسبة للبريطانيين ربما أصبح أمرا صادما مع خطوات الانفتاح التي اتخذتها الحكومة البريطانية في الأشهر الماضية بعد ربما عدة أشهر من الإغلاق بسبب انتشار الوباء. التقرير يتحدث عن أن هذه على أن عدد من المستشفيات لا سيما في ويلز ربما أجلوا العديد من العمليات، وربما أيضا امتنعوا عن قبول العديد من المرضى بالأمراض الأخرى لأنهم منشغلين بمتابعة مرضى كوفيد 19. ويقول التقرير بأن عدد من العمليات التي كانت مبرمجة في الأسابيع الأخيرة تم تأجيلها، وخاصة بالنسبة لمرضى السرطان. ويقول بأن أيضا القوانين التي المعمول بها جعلت العديد من موظفي قطاع الصحة يلزمون الحجر الصحي لأنهم من المخالطين
المصابين بكوفيد 19. طبعا هذا الجدل وهذه المخاوف وهذا الضغط على المستشفيات يأتي بينما تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن الخروج بشكل نهائي من القيود المفروضة بسبب وباء كورونا في 19 من تموز يوليو الجاري، وهو تاريخ يبدو أن الحكومة البريطانية بدأت تفكر جديا فيما إذا كان تاريخا نهائيا أم لا، وأن العديد من الأصوات العلمية بدأت تحذر الحكومة البريطانية من مغبة الإقدام على هذه الخطوة في ظل هذه الأرقام المتزايدة. طبعا البريطانيون يعلمون أن وزير الصحة الجديد ساجد جافيد كان قد تحدث يوم أمس عن أن أو قبل يومين عن أن الإصابات بوباء كورونا قد تصل 100,000. طبعا نحن الآن نتحدث عن ربما انفلاتات كبيرة للغاية حصلت في الأيام الأخيرة وآخرها يوم أمس يوم النصف النهائي لكأس يورو أوروبا ولبطولة يورو 2020 التي جمعت بين المنتخبين البريطاني والدنماركي، حيث كانت أعداد كبيرة شهدت المباراة في ملعب ويمبلي الشهير وربما بدون أي احتياطات معروفة صحية معروفة كارتداء الكمامات والتباعد وغير ذلك، وهذا ربما يخشى منه المتابعون أن تكون له تداعيات وخيمة على صحة البريطانيين وعلى المستشفيات وعلى نظام الصحة هنا في المملكة المتحدة. وفي الإجمال التقرير يركز مرة أخرى على دعوة العقلاء من العلميين ومن المختصين بالأوبئة بأن الذهاب في خطوة الانفتاح التام وإلغاء القيود بشكل نهائي فيما يتصل بجائحة كورونا ربما يكون قرارا خطيرا للغاية وقد يهدد صحة البريطانيين وستكون له نتائج وخيمة في ظل الارتفاع المتزايد في أعداد الإصابات بالفيروس أو بالمتحول الجديد من فيروس كورونا وهو دلتا بلاس. لا أحد إلى حد الآن يدرك تماما ما هي الخطوة التي سوف تقدم عليها الحكومة البريطانية، لكن ما هو مشاهد للعيان أن الإصابات مرتفعة وأن أعداد الوفيات أيضا بدأت ترتفع وأن أعداد الذين يتم إحالتهم على غرف الإنعاش طيب وعلى العناية الصحية المركزة أيضا بدأ يتزايد ويرتفع. الحقيقة أن هذا العنوان وهذا الخبر لفتني في نقطة مهمة، هل هنالك غياب في التنسيق ما بين الحكومة كحكومة وبين وزارة الصحة تحديدا؟ علينا أن نستذكر قول هانك قبل أن يستقيل عندما قال أنه بما معناه أن المستشفيات بعد فترة إذا ما استمر الحال على ما هو عليه في عدد الإصابات لن تكون قادرة على استقبال المزيد من المرضى بكورونا. ذهب هانك والآن تتجدد أيضا المشكلة ويثبت صدق ما قاله قبل عدة أشهر. طبعا هذا الكلام صحيح أستاذ يحيى، هذا الكلام صحيح تماما، لكن المشكلة يوجد تنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية هنا في بريطانيا، لكن نحن الآن نتحدث عن قرار سياسي بامتياز وقرار اقتصادي بامتياز، يبدو أن كفة السياسة والاقتصاد قد رجحت عن كفة الصحة، ويبدو أن القناعة التي كانت لدى رئيس الحكومة جونسون منذ البداية وهي ما يسمى بمناعة القطيع يبدو أنها هي التي سوف تسود في نهاية المطاف، لكن كما تعلم بريطانيا مجتمع ديمقراطي والمؤسسات تلعب دورها بشكل كبير، وأعتقد بأن ضغط المؤسسات العلمية تحديدا والمؤسسات المدنية على الحكومة ودعوتها إلى التريث في عدم الذهاب في خطوات قد تكون لها عواقب وخيمة ربما سوف تدفع الحكومة البريطانية إلى مراجعة موقفها وأيضا إلى التحكم في أي قرار حتى وإن كان الدافع اقتصاديا أو سياسيا بامتياز. ربما يبرر رئيس الحكومة وأنصاره هذه الخطوات الانفتاحية أو هذه الشجاعة أو هذه الحماسة باتجاه إلغاء القيود بشكل كامل على المتصلة بوباء كورونا يبررون هذه الحماسة وهذه الشجاعة بالتطعيمات وأن
ربما أعداد الذين نالوا التطعيمات سواء الأولى والثانية ربما أصبح الآن هو الغالبية، وأن التطعيم من شأنه أن يخفض من مخاطر الوفيات. وهذه أيضا معطى مشكوك فيه بالنظر كما قلت لك إلى الأرقام الواقعية، والتي يقول الأخصائيون بأنها أرقام قابلة للتصاعد إذا لم يتم أخذها ضمن خطة صحية شاملة تأخذ بعين الاعتبار المحاذير الصحية التي يجب أن تتوفر لمنع انتشار العدوى، لا سيما هذا المتحول الجديد الذي تقول كل التقارير بأنه متحول سريع الانتشار وأنه فتاك للأسف الشديد. وأنت أقرب أيضا للمشهد أستاذ عادل، باختصار لو سمحت، تتوقع ما هو القرار النهائي للحكومة في الأيام المقبلة؟ هنا الحكومة في بريطانيا تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات، ولا أعتقد بأن بريطانيا أيا كانت شجاعته وحماسته يمكن أن يخاطر بمستقبل البريطانيين. ربما سوف يتم البحث عن خطة تكون فيها محاذير صحية تحفظ القواعد الأساسية للحماية كالكمامات والتباعد، لكن يبدو أن تحديات الاقتصاد والسياسة تستوجب خطوات أكثر جرأة وأكثر عقلانية وأكثر واقعية، وهي هذه الخطة التي يجب اعتمادها فيما تبقى من الأيام المقبلة قبل موعد 19 من تموز يوليو الجاري. ننتقل من صحيفة الجارديان إلى التلغراف، والصحيفة تحدثت اليوم في أحد عناوينها: الداخلية أو وزارة الداخلية ستمنع التأشيرات من البلدان التي لا تستعيد المهاجرين أو لا تستعيد مهاجريها غير النظاميين. في أي إطار يأتي هذا التوجه أستاذ عادل؟ طبعا أنت تعلم أستاذ يحيى بأن الحكومة البريطانية مسألة المهاجرين ومسألة قبول المهاجرين والتبعات القانونية والاقتصادية والسياسية لاستقبال المهاجرين هي ربما كانت النقطة الرئيسية والأساسية في مراجعة موقفها أو علاقتها بالاتحاد الأوروبي. نحن نعلم بأن بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي كان قد أخذ على المملكة المتحدة بأنها تريد أن تكون شريكة في الأرباح وربما بعيدة عن الخسارة، أي أنها لا تريد أن تدفع تكاليف انضمامها الاتحاد الأوروبي من خلال استقبال الأوروبيين لا سيما في أوروبا الشرقية وهم بأعداد كبيرة. الآن جاء موضوع هذا موضوع طالبي اللجوء أو ما تسميه الحكومة البريطانية بالمهاجرين غير الشرعيين، بأنها هددت بأن لا تقبل منح تأشيرات لمواطني الدول، ترفض هذه الدول أن تعيد المهاجرين غير الشرعيين إليها. وربما هي إشارة إلى دول بعينها مثل السودان مثل العراق مثل إيران كما تقول بعض المصادر. هذا التقرير لم تتناوله فقط صحيفة التلغراف، وإنما أيضا مجموعة من الصحف الأخرى مثل صحيفة الجارديان عندما تعرضت إلى هذا القرار وقالت بأن الداخلية البريطانية تدرس هذا الأمر، وأن القانون ربما يتضمن كذلك بعض التفاصيل الأخرى الخاصة حتى بالوثائق المتصلة بطلبات اللجوء وبالجنسية، حيث ستفرض الحكومة البريطانية رسوم إضافية قد تكون كبيرة ومجحفة بحق مواطني هذه الدول التي ترفض إعادة اللاجئين غير الشرعيين إليها. وربما هذه أيضا تكشف أستاذ يحيى طبيعة المشكلات الاقتصادية التي تعانيها بريطانيا، وأن المملكة المتحدة تريد أن ترشد إذا جاز التعبير مستوى الهجرة واستقبال اللاجئين عندها، وتريد أن تستقبل فقط ما تحتاجه من الكفاءات من هؤلاء اللاجئين، وهو قرار يفهم في هذا الإطار، أي إطار التحديات التي تواجهها المملكة المتحدة، أي تحديات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية. من التلغراف نذهب إلى موقع ميدل إيست مونيتور، والموقع تحدث حول الآخر الأخبار المتعلقة بسد النهضة، وكتب إن المملكة العربية السعودية تدعم مصر والسودان في الخلاف حول سد إثيوبيا. ما مناسبة أستاذ عادل هذا الموقف السعودي؟ طبعا
أنت تعلم أستاذ يحيى كما يعلم المشاهدون الأكارم بأن السعودية عمليا تعتبر حليفا لمصر، وهي قريبة سياسيا من مصر، وهي قريبة كذلك من السودان. ربما المستغرب أن لا تأخذ السعودية مثل هذا القرار وتتأخر إلى هذا الحد. ربما الجديد الآن أن السعودية تأخذ هذا القرار الذي يدعم الحقوق المصرية والسودانية في مياه النيل بالتزامن مع الخلافات، إذا جاز التعبير، التي حصلت مؤخرا في العلاقة بين الرياض وأبو ظبي، وهي خلافات لها امتدادات هنا باعتبار أيضا العلاقة القوية التي تربط أبو ظبي بأثيوبيا. وبالتالي فالموقف السعودي هو موقف ربما مركب ومعقد، يأخذ بعين الاعتبار التحالف مع هذه الدول، أي دولتي السودان ومصر، وأيضا يأخذ بعين الاعتبار التحولات الإقليمية والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية، لا سيما ما يتصل بالعلاقات بين الإمارات وإسرائيل ودور أيضا إسرائيل في أثيوبيا. فالسعودية ربما تأخذ كل هذه المعطيات، طبعا التقرير لم يشر إلى هذه المعطيات لكنه ركز على أهمية الموقف السعودي لجهة تشكيله داعما إضافيا للموقف المصري والسوداني أمام مجلس الأمن، الذي سوف يبحث اليوم في هذه المسألة وينظر فيما إذا كانت لا. المطالب السودانية والمصرية محقة أم أن فيها كثير من المبالغة والشطط. نذهب إلى آخر ما لدينا اليوم في الصحافة البريطانية معك أستاذ عادل، وهذه المرة إلى موقع ميدل إيست آي الذي حذر من مخاطر تهدد مصير ملايين السوريين في حال فشلت الأمم المتحدة بإبرام اتفاق بشأن آخر معبر حدودي طبعا بين تركيا وشمال أيضا سوريا. طبعا معروف أن هذا المعبر باب الهوى تسيطر عليه المعارضة السورية، ما حقيقة الأمر تحديدا؟ طبعا التقرير يشير إلى أن الأمم المتحدة بصدد اتخاذ موقف نهائي من آخر معبر مفتوح على بين تركيا وشمال غرب سوريا، وهو معبر باب الهواء المفتوح على المعارضة السورية في إدلب، حيث يقيم أكثر من 4 مليون سوري. التقرير يشير إلى أن إغلاق هذا المعبر سوف يجعل مصير 80% من سكان هذه المنطقة الذين يعتمدون على السلع والمواد الغذائية والصحية القادمة عبر معبر باب الهواء يجعل مصيرهم مجهولا بالنظر إلى تاريخ تعامل النظام السوري مع شعبه، وأنه يستخدم مثل هذه الأدوات للسيطرة على شعبه، وربما معاقبة كل من تمرد على النظام السوري ومعارضيه. التقرير يشير إلى أن قرارا من هذا القبيل، وهو ربما قد تضغط باتجاهه كل من الصين وروسيا، سوف تكون له تداعيات كارثية على هذا العدد الهائل من السكان السوريين، وربما سوف يكون إشارة سلبية من الأمم المتحدة لا تشير إلى أن الأمم المتحدة معنية بتأمين حياة الناس، وربما أيضا منع حصول مثل هذه الكوارث، وربما أيضا أعطاء أو رهن حياة 4 ملايين أو أكثر من 4 ملايين ساكن سوري بيد نظام تبين خلال السنوات العشر الماضية من عمر الثورة السورية أنه لا يأبه لحقوق الإنسان ولا للقوانين الدولية المتصلة باحترام حقوق الإنسان، ولا يأبه حتى بالانصياع للقوانين الدولية التي تلزمه بإيصال الأدوية وإيصال أيضا المواد الغذائية إلى مختلف المواقع نعم. السورية، حتى وإن كان هؤلاء معارضون له. هذا هو التقرير. وربما النقطة الأخيرة التي أشار إليها التقرير هو أن 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 إغلاق 3 معابر سابقة كانت بذات الصيغة قد كانت له آثار سلبية، وهو يحذر الأمم المتحدة التي يجب أن تأخذ قرار كما يقول التقرير، تأخذ قرار يراعي هذه المخاوف، يحذرها من مغبة الذهاب باتجاه قرار لإغلاق نهائي للمعبر، وأن هذا سوف يشكل خطر كما قلت لك على مصير حياة أكثر من 4 مليون سوري هناك. أشكرك جزيلا على حضورك معنا اليوم الزميل الصحفي عادل الحامدي، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن. شكرا جزيلا لك، ونتوقف الآن مشاهدين عند هذه الجولة من الأخبار الدولية ثم نعود.
في أخبارنا الدولية لهذا اليوم نقرأ: على إدارة بايدن كشف ما تعرفه عن مقتل خاشقجي. خلاف الإمارات مع السعودية قد يدفعها لترك أوبك، حين يختلف وليا العهد في الإمارات والسعودية. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للمديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، والتي أنشأها جمال خاشقجي سارة ليويتسون، طالبت فيه إدارة بايدن بكشف ما تعرفه عن جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وقالت ويتسون إن هناك كشفين حديثين عن مقتل خاشقجي، بما في ذلك أن 4 أعضاء من فريق الاغتيالات التابع لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمعروف باسم فرقة النمر تلقوا تدريبات شبه عسكرية في أمريكا، وأن مصر متهمة بتقديم السم القاتل الذي استخدم لقتل خاشقجي، هما مجرد قمة جبل الجليد من المعلومات والتي لا تزال مخفية. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن سياسة الدفع نحو الهاوية بين السعودية والإمارات تهدد وحدة منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط أوبك في وقت زادت فيه أسعار النفط. وحذر التقرير من أن رغبة الإمارات بزيادة إنتاجها يثير سيناريو خروجها من كارتل النفط بعد 54 عاما، وأشاروا إلى أن العلاقات المتوترة بين البلدين بدرجة لم يكن أي منهما قادر على تقديم صورة عما حدث في اجتماع أوبك وحلفائها يوم الاثنين الماضي. قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن التباين المتزايد في مصالح الجارتين السعودية والإمارات ولد صدوعا خطيرة في الطبقة الهزيلة لما كان يوصف يوما بأنه وفاق استراتيجي بينهما. وقال الكاتب أندرياس غريك إنه منذ أن أدخل رجل أبوظبي القوي محمد بن زايد محمد بن سلمان في كنفه في عام 2015 لم يعبأ الأخير فيما يبدو بأن يقال عنه إنه تابع للأول وموال له. ولكن على مدى العامين الماضيين شعرت الدائرة المقربة من محمد بن سلمان بأن الحليف المفترض في الجوار لم يكن مهتما بإقامة علاقات تعود بالنفع على الدولتين. الآن مشاهدينا نتحول وإياكم إلى فقرة كاتب ومقال، والمقال الذي اخترناه لهذا اليوم تحت عنوان لماذا حماس مفيدة للسعودية، وكتبه أحمد الحيل الذي ينضم إلينا الآن عبر سكايب. أستاذ أحمد أهلا بك معنا بداية. أهلا بك أستاذ يحيى. حياك الله. إطلالة رئيس حركة حماس في الخارج سيد خالد مشعل كانت أيضا مذكورة في مطلع هذا المقال، دعني أبدأ بشكل عام بالحديث أساساً حول هذه الإطلالة كونها كانت على إحدى القنوات السعودية أو التابعة على الأقل للمملكة العربية السعودية، ألا وهي قناة العربية، وحتى العربية تحديداً كان لافتاً أن يتواجد عليها قيادي من حركة حماس في السنوات الأخيرة. كيف قرأتم هذا اللقاء بداية؟ أنا قراءتي لهذا المشهد أن السعودية يبدو أن لديها رغبة بشكل أو بآخر بالتواصل مع حركة حماس، وممكن في هذه المرة كان على ما يسمى بالدبلوماسية الإعلام، وحركة حماس أيضا يبدو أنها استجابت لهذه الدبلوماسية من خلال خروج شخصية وازنة وذات رمزية في لدى الفلسطينيين ولدى أيضا العالم العربي والإسلامي، وبالتالي إقدام قناة العربية، لأننا ندرك تماما أن قناة العربية خاصة في لقاء كهذا أنا في تقديري من المفترض أنه يرسل رسالة لمن يملك هذه القناة ولمن يدير هذه القناة بأنه يرغب بالانفتاح على حركة حماس في الجانب الإعلامي، ولعله هذا مؤشر إيجابي، واستجابة حركة حماس أيضا تعتبر مؤشر إيجابي من طرفها. نعم، لكن قد يسأل البعض أيضا لماذا أساسا تدهورت العلاقة بين حركة حماس والمملكة العربية السعودية، مع الأخذ بعين الاعتبار وهذا مذكور طبعا في المقال إلى أن الرياض رعت اتفاق المصالحة في العام 2007.
هو الإشكال الحقيقي متراكم، لكن هو بدأ في ما يتعلق في موضوع المصالحة واتفاق مكة. هلا موضوع فشل اتفاق مكة، لعله السعودية سمعت كثيرا من العديد من المصادر، وخاصة السلطة الفلسطينية ومحمود عباس، سمعت كثيرا بأن من يتحمل المسؤولية عن هذا الفشل هو حركة حماس، في سياق المناكفات التي نعلمها جميعا والتي دائما تكون ما بين الطرفين. وهناك أيضا بعض الأطراف العربية الأخرى التي لا تريد لعودة اللحمة الفلسطينية الداخلية بقيادة حركة حماس، لأنه نتج عن اتفاق مكة هو تشكيل حكومة وطنية أو حكومة وحدة وطنية بقيادة حركة حماس، ولعله هذا لم يكن يروق للعديد من القوى يعني التي على صلة بالقضية والنافذة في القضية، فجرى التشويش على هذه المسألة، وإعلاميا تم تحميل هذا الطرف أو ذاك، لكن لعله هذا كان تشويش ابتداء في العلاقة، ثم تراكمت المسائل وصولا إلى حضور الرئيس ترامب وإدارة ترامب، اللي كنا نعلم طريقتها الرعناء في الدبلوماسية وفي الضغط المباشر على هذا الطرف أو ذاك، ولعل إدارة ترامب أخذت زمام المبادرة بالضغط على السعودية بشكل كبير جدا لقطع العلاقة مع حركة حماس، وأيضا كان ذلك يعني ينسجم مع رؤية أبو ظبي لهذا المسار، فتراكم يعني الجليد على هذه العلاقة. لكن أعتقد مع ذهاب ترامب من جانب، ومع خلينا نسميه تراجع أو توتر في نعم العلاقة ما بين الرياض وما بين أبو ظبي، لعله هذا يعني يخلق جوا سياسيا مغايرا لما كان عليه سابقا، وهذا أعتقد أنه أرضية صالحة للبناء عليها لاحقا. طيب، دعني أطرح السؤال الموجود في عنوان هذا المقال: لماذا حماس مفيدة للسعودية؟ نعم، حماس مفيدة للسعودية. السعودية ابتداء تعيش مجموعة من الأزمات المركبة في المنطقة إجمالا، هي ابتعدت بشكل أو بآخر على القضية الفلسطينية، ودخلت في أزمة اليمن، وهي أيضا لها صلة بالأزمة في لبنان في العراق، فهي دولة وازنة. السعودية ليست دولة يعني بسيطة، دخولها في مجموعة من الملفات لعلها كانت ارتداداتها غير طبيعية وبالمجمل كانت سلبية على السعودية. ابتعادها عن القضية الفلسطينية في الوقت اللي القضية الفلسطينية تقريبا تعود إلى ألقها، تعود إلى حيويتها، تعود إلى حضورها، تعود كأنها أجندة ذات أولوية، حتى فرضت نفسها على البيت الأبيض من خلال معركة سيف القدس وأحداث حي الشيخ جراح في شهر رمضان الماضي. كل ذلك يدفع السعودية للبحث عن الملفات أو استعادة علاقتها بأحد أهم الملفات في الشرق الأوسط اللي هو القضية الفلسطينية، وهذه الصلة من المفترض أنها تعود بالإيجاب على السعودية، لأننا ندرك تماما أن القضية الفلسطينية شاء البعض أم أبى، هذه القضية قضية رافعة، كل من يقترب من القضية الفلسطينية داعما للفلسطينيين فهو الرابح، وكل من يبتعد عن القضية الفلسطينية ويعني يزهد في دعم الفلسطينيين فهو الخاسر. وبالتالي إذا كان هناك نوع من أنواع الفراغ السياسي في الجانب النجاحات في بعض الملفات المعقدة في الشرق الأوسط، هذا يدفع السعودية لأن تفكر في كيفية إعادة صلتها بالقضية الفلسطينية. وأعتقد أن الجانب الفلسطيني جانب مرحب، إن كان حركة حماس وإن كان جانب السلطة الفلسطينية، وبالتالي الاقتراب من حركة حماس أعتقد أنه لا نعم مفيد، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار بأنه اليوم حركة حماس أصبحت رقما صعبا في الخارطة السياسية الفلسطينية بعد معركة سيف القدس. اليوم كل الفلسطينيين يرون في حركة حماس طرفا ممثلا حقيقيا للأجندة الوطنية، وأنها هي من أخذت على عاتقها الدفاع عن القدس والدفاع عن حي الشيخ جراح. وبالتالي هذا الحضور القوي يتطلب من السعودية إن أرادت التفكير بالاقتراب من القضية الفلسطينية لابد أن تقترب من حركة حماس، خاصة أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح وفريق أوسلو إجمالا يعاني من أزمات وأزمات على مستوى وطني، فالكل يدرك تماما أن السلطة مشروعها السياسي قد فشل، لديها إشكالية حتى في إدارة الوضع الداخلي من حيث وجود فساد، من حيث إلغاء الانتخابات التشريعية اللي من المفترض أن تكون بوابة لإعادة الوضع الداخلي الفلسطيني، وهي تتحمل وزر ذلك، ناهيك عما يعني ختمت به مسيرتها خلال الأيام الماضية بمقتل نزار بنات
وباعتدادها على قرابة أكثر من 30 صحفي وصحفية تعرضوا للضرب على أيادي الأجهزة الأمنية اللي هي بشكل أو بآخر تمثل العصا الغليظة للسلطة الفلسطينية والتي هي تعتمد عليها في كثير من الملفات الداخلية. وبالتالي أعتقد بالمجمل حركة الاقتراب من حركة حماس، الاقتراب من قضية فلسطين من هذه البوابة سيعود بالنفع على السعودية، وكما هو سيعود أيضا بالنفع على القضية الفلسطينية إجمالا وعلى حركة حماس، لأنه حركة حماس أيضا يعني ليست بغنى عن السعودية كدولة ذات وزن إقليمي، كدولة ذات قدرات إعلامية وقدرات مالية، لأنه ندرك تماما أن الشعب الفلسطيني يتغذى على الدعم العربي، والسعودية نعم. هي من أهم الدول في هذا السياق، وبالتالي قد يكون المستقبل في العلاقة بين الطرفين أفضل مما كان عليه، وقد تنهي المملكة العربية السعودية بعض القضايا العالقة خاصة قضية المعتقلين. هناك أستاذ يحيى في عجالة هناك مؤشر حقيقة، إضافة لاستضافة قناة العربية للسيد خالد مشعل، أن القضاء السعودي أرجأ النطق بالحكم على العشرات الفلسطينيين المعتقلين على ذمة ملف حركة حماس. هذا الإرجاء مع دعوة قناة العربية السيد خالد مشعل للظهور عليها بيعطي مؤشرين، وكأن هناك في إعادة قراءة لإعادة رسم العلاقة مع حركة حماس. ولا أستبعد حقيقة، لا أستبعد أن القيادة السعودية فتأخذ خطوة إيجابية ذات بعد سياسي وذات بعد إنساني. إحنا يعني بعد يعني أسبوع أو أسبوعين مقبلين على عيد الأضحى، وهناك كثير من الإجراءات التي تقوم في القيادة السعودية من تسهيلات وما مفهومات إلى من عفو وإلى آخره، وأنا أعتقد أنه يمكن للقيادة السعودية أن تأخذ عفواً عن عشرات الفلسطينيين اللي موجودين الآن على ذمة قضية حركة حماس في السعودية. وإذا حصلت هذه الخطوة أعتقد أنها ستكون خطوة رقم 2 تجاه إعادة ترتيب العلاقة ما بين الرياض وما بين حركة حماس، وأعتقد أنه هذا جو حيكون جو إيجابي وسيخلق يعني جوا يمكن البناء عليه من الطرفين. شكرا جزيلا لك سيد أحمد الحيلة، الكاتب والمحلل السياسي، على حضورك معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا لك. دعونا مشاهدينا نتوقف عند هذا الفاصل ثم نواصل. أول وإياكم إلى الصحافة العربية وبعض العناوين من الصحف العربية. أرحب قبل ذلك بانضمام الزميل الصحفي خليل مبروك معنا هنا في الاستديو. أهلا بك خليل، وبحضورك أيضا معنا. أهلا وسهلا، تحياتي لك. اسمح لي خليل نبدأ من صحيفة القدس العربي، والصحيفة تحدثت عن 3 هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة ضد قواعد تضم أمريكيين في العراق وسوريا. ماذا في التفاصيل؟ نعم. هذه الهجوم الأبرز الذي تم تسليط الضوء عليه هو القصف الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد غرب العراق في محافظة الأنبار، والذي تبنته كتائب أو مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم كتائب الثأر للمهندس المقصود أبو مهدي المهندس الذي تم اغتياله مع قائد الفيلق القدس في حرس الثورة الإيراني قاسم سليماني. أطلقت 14 صاروخا من شاحنة كانت مموهة وتقف في منطقة البغدادي غرب بغداد، وسقطت 14 صاروخ في محيط القاعدة التي تعتبر القاعدة الأكبر في العراق، ثم انفجرت الشاحنة نتيجة انفجار بقية الصواريخ فيها وتسببت بإيقاع أضرار في المكان. هذا الهجوم جاء بعد يوم واحد أو أقل ربما من يوم من هجوم آخر تعرض له مطار أربيل العسكري في شمال العراق، ثم بعد ذلك حديث قوات سوريا الديمقراطية عن أنها تصدت لهجوم بالطائرات المسيرة في منطقة حق العمر الذي يعد أكبر قاعدة عسكرية في سوريا. اللافت للنظر في الموضوع هو تزامن هو أولا أو قربه من موعد الانتخابات العراقية المقبلة، ثم الموضوع الآخر هو أنه جاء بعد إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية تهديدات بأنها ستستهدف الميليشيات المتعاونة مع إيران حتى لو لم تتعرض قواتها إلى الهجوم. هناك من العراقيين من اتهم هذه الميليشيات بمحاولة عرقلة انسحاب القوات الأمريكية المزعوم من العراق في الأيام القادمة. نذهب إلى صحيفة الشرق الأوسط، والصحيفة التي تناولت اليوم أزمة سد النهضة، وكتبت أزمة سد النهضة على طاولة مجلس الأمن
هذا اليوم، طبعا هذا بناء على دعوة مصر والسودان. صحيح، لا أكثر شيء لافت النظر في هذا الموضوع هو المبادرة التي قدمتها تونس مدفوعة بلجنة المتابعة العربية في الجامعة العربية لموضوع سد النهضة لمجلس الأمن. هذه المبادرة تنص على وقف الملء الثاني للخزان من طرف أثيوبيا ووقف أي إجراءات أحادية والعودة إلى الحوار بين الأطراف الثلاثة الشريكة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة على أن يوضع سقف لهذا الحوار مدته 6 أشهر، بعدها يجب أن يلتزم الجميع بالخروج بتوصيات ملزمة لإنهاء هذا الملف بالتشارك ودون تفرد ودون اللجوء إلى أي خطوة من شأنها أن تعيق تقدم هذا المسار التفاوضي. طبعا لقاء اليوم سيشارك فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، وهو يأتي في ظل احتجاج أثيوبي على ما تسميه التدخل أو تدخل الجامعة العربية في هذا الشأن، وهو اتهام رفضته الجامعة العربية بالجملة والتفصيل. أثيوبيا ترى أنه ليس من صلاحيات الجامعة العربية تدخل فيها كذا قضية إقليمية. نتحول إلى صحيفة الأخبار اللبنانية. فرنسا تلعب بالنار، هكذا عنونت الصحيفة. نعم، النار هي المقصود بها الآن الواقع اللبناني. هم يعتقدون أن أو الكاتب يعتقد أنه بعد ذهاب دونالد ترامب أصبح ماكرون أكثر قناعة بقدرته على لعب دور أكبر في القضايا الخارجية بعد رحيل ترامب وفي ظل وجود حكومة بايدن. هذا الدور تمارسه السفيرة الفرنسية في بيروت حاليا، هي اجتمعت بمنظمات المجتمع المدني وأبلغتهم بأن على هذه المنظمات أن تقرر بنفسها شكل الحكومة القادم بعيدا عن الطبقة السياسية التي تعثرت مساعيها سابقا لتشكيل حكومة جديدة في بيروت. هي قالت أيضا بأن أمام اللبنانيين خيار آخر، العودة إلى نفس المنتج السابق من خلال الطبقة السياسية وبالتالي مواجهة مقاطعة المجتمع الدولي ورفضه لهذه الحكومة. الحديث هنا عن أن ماكرون يتصرف بفردية عالية، يتصرف بعزل كل من يناوئه الرأي حتى في الداخل الفرنسي، وأن السفيرة الفرنسية الحالية بخلاف من سبقها تمارس نفس الدور حتى أنها تراسل الإليزي بنفس المراسلة التي تقدمها لوزارة الخارجية في باريس. دعنا خلينا نتوقف عند هذه الجولة من الأخبار المنوعة ثم نعود. في أخبارنا المنوعة لهذا اليوم نقرأ: غرق عالم روسي بعد إنقاذ أطفاله من الموت بأحد الأنهار. هواتف جديدة تطرحها سامسونج قابلة للطي العمودي والأفقي. بعد حكيمي راموس بباريس للانضمام إلى سان جيرمان. لقي عالم روسي في علم الوراثة حتفه غرقا بعد هرعه لإنقاذ أطفاله من الموت أثناء سباحتهم في أحد الأنهار الشرقية موسكو. وقالت زميلة العالم الغريق إنه هرع لمساعدة أطفاله الذين كانوا يسبحون في النهر وعلى وشك الغرق، لكنه أخفق في النجاة بنفسه والسباحة بعد إنقاذهم. كشفت مواقع مهتمة بالتقنيات الجديدة عن مواصفات عدد من منتجات شركة سامسونج لصناعة الهواتف النقالة، يفترض أنها ستطرح قريبا للجمهور ضمن حزمة أجهزة الشركة الجديدة التي تشتهر بصناعة هاتف جالاكسي. قالت المواقع المتخصصة بأخبار التكنولوجيا إن سامسونج ستطرح هاتفا قابلا للطي من نوع جالاكسي وموديل زد فلود 3 بالإضافة إلى هاتف آخر يحمل اسم جالاكسي زد فليب، ويمكن طي الهاتفين لكن الموديل فولد سيكون قابلا للطي العمودي بينما سيطوى الموديل فليب بالشكل الأفقي. يبدو أن قائد ريال مدريد السابق الإسباني سيرجيو راموس يقترب من الانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم ليلتحق بزميله السابق في الريال النجم المغربي الشاب أشرف حكيمي. ووصل راموس إلى العاصمة الفرنسية باريس لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف سان جيرمان، وسيكون راموس ثالث صفقات باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد انضمام المغربي أشرف حكيمي الذي انضم إلى سان جيرمان قادما من إنتر ميلان الإيطالي. الآن نتحول إلى الصحافة العبرية، ومن يدي عودة حرنوت اخترنا هذا العنوان: رئيسي سيسهل الاتفاق مع أمريكا وتفهم
إسرائيلي. إسرائيل لم تكن أساسا متفاهمة لفكرة التقارب الأمريكي. نعم، لكنها الآن حسب الصحيفة مقتنعة بأن العودة للاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية باتت أمرا واقعا، وأن رئيسي باعتباره رئيسا راديكاليا أو أقرب إلى التيار المتشدد في تصنيفه هو أكثر قدرة على توقيع هذا الاتفاق. في إسرائيل يقولون أنهم سيمررون هذا الاتفاق لأنه لم يعد هناك بديل آخر، لكنهم ينتظرون من الولايات المتحدة الأمريكية أن تجري بعد ذلك مفاوضات جديدة مع إيران تحسن بموجبها الشروط المتعلقة بهذا الاتفاق بما يضمن مصالح إسرائيل. الخشية الوحيدة لديهم من أن لا ضمانات في هذا الأمر، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنها قادرة على فرض عقوبات جديدة على إيران خارج هذا الملف بهدف الضغط عليها في هذا الملف بالتحديد. شكرا جزيلا لك زميل الصحفي خليل مبروك على حضورك معنا في الاستوديو. ومشاهدينا نتوقف عند هذا التقرير حول آخر أخبار فيروس كورونا ثم نعود. في أخبار كورونا لهذا اليوم نقرأ: التايمز، الصين في موقف الدفاع مع فشل دبلوماسية لقاح كوفيد. نشرت صحيفة التايمز في تقرير لها أن الصين التي كانت حريصة على الترويج للتطعيمات لاستعادة الصورة التي شوهها الجدل الدائر حول ظهور فيروس كوفيد في ووهان أكثر سخاء بشكل ملحوظ من دول مثل بريطانيا في عرض إمداد الدول الفقيرة باللقاحات. ووصف الرئيس شي دبلوماسية اللقاحات بأنها منفعة عامة عالمية، وبدأت قائمة تضم ما يقرب من 100 دولة في تلقي ملايين الجرعات الصينية. لكن استعراض القوى الناعمة هذا مهدد الآن بالتردد المتزايد بشأن فعالية اللقاحات الصينية الصنع بين مسؤولي الصحة والجمهور على حد سواء. قالت وزارة الصحة الفلبينية إنها ستتوقف عن الإعلان عن نوع اللقاحات المطروحة بعد ظهور طوابير ليلية في موقع قيل إنه يخزن لقاح فايزر بدلا من اللقاحات المصنعة في الصين. فايزر تدافع عن لقاحها وترد بشأن الأعراض الجانبية. قالت شركة فايزر الأمريكية إنه حتى الآن تم تطعيم أكثر من 400 مليون شخص حول العالم بلقاحنا، ومن المهم ملاحظة أن الحالات الخطيرة التي لا علاقة لها باللقاح من المحتمل للأسف أن تحدث بمعدل مماثل لما يحدث في عموم السكان. وأكدت الشركة أنه لم ترصد أي مضاعفات تتعلق بسلامة المشاركين في التجربة لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد الجرعة الثانية، وكانت الآثار الجانبية بشكل عام متوافقة مع النتائج التي تم الإبلاغ عنها سابقا. الآن إلى آخر محطات جولة الصحافة، ونبحث في بعض العناوين ضمن الصحافة الإلكترونية. نبدأ من الجزيرة نت التي عنونت: بعد قاعدة عين الأسد السفارة الأمريكية تتعرض لهجوم وصفارات الإنذار تدوي في المنطقة الخضراء. لم يسفر عن وقوع إصابات هجوم بطائرة مسيرة على مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق. تضم قوات أمريكية إصابات بهجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد غربي العراق بالصواريخ والمسيرات والعبوات الناسفة. الهجمات تتواصل ضد المصالح والقوات الأمريكية في العراق وسوريا. نترك الجزيرة نت ونذهب إلى الخليج الجديد، وفيه: زيارة خالد بن سلمان إلى واشنطن، هل أغلقت إدارة بايدن ملف خاشقجي؟ يتساءل الموقع هنا عبر أحد عناوينه. سترات فور، حزب الله سيجهد المساعدات الإسرائيلية للبنان. وأيضا في الخليج الجديد فاينانشال تايمز: التنافس السعودي الإماراتي يهدد بقلب مجلس التعاون الخليجي. ضمن الموقع هذا اليوم أيضا خديجة جنكيز: جلسة استماع الخميس في اسطنبول حول مقتل خاشقجي، وهي كانت خطيبة الراحل جمال خاشقجي. مصر وتركيا: علاقات اقتصادية لم تتأثر برياح الخلافات السياسية. نترك الخليج الجديد مشاهدينا ونذهب إلى موقع آخر، هذه المرة عربي 21: مواجهة عقب تفجير منزل أسير بالضفة وحملة اعتقالات. أيضا في عربي 21: اتهام فلسطيني للاحتلال بمحاولة إعدام الأسير أبو عطوان. والتفاصيل حول انفجار على سفينة إماراتية وتحقيق رسمي.
إطلاق صاروخين على السفارة الأمريكية بالعراق، واكتفاء بتبادل وجهات النظر في أول أيام ستان 16 حول سوريا. الجيش اليمني يتقدم على 4 جبهات في البيضاء وتراجع للحوثي، إلغاء مأدبة عشاء وتضارب بشأن اجتماع بلينكين بالسفارة السعودية، ترقب لاستمرار الحوار الأفغاني بطهران على وقع هجمات طالبان، والدولية لمناهضة الإعدام تطالب بوقف الإعدام السياسي في مصر. نذهب إلى موقع بي بي سي عربي، وفي عناوينه سقوط صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد، والعراقيون بين فكي كماشة الحرب الخفية بين الولايات المتحدة وإيران. إنجلترا تهزم الدنمارك وتواجه إيطاليا في نهائي يورو 2020، وأيضا السيطرة على حريق سفينة الحاويات بميناء جبل علي في دبي. نكتفي مشاهدينا بهذا القدر في جولة الصحافة لهذا اليوم، ونشكركم على المتابعة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.